انت ليه دايما بتيجي هنا لوحدك؟ فين لوحدي ده؟ ما انا قاعد معاك اهو. معايا دلوقتي بس في العاده على طول بشوفك لوحدك. عادي يعني. عادي. طيب بتقابل صحابك فين؟ بتشوفهم فين؟ في حته تانيه. ايه الغموض ده؟ بلاك اوت. والله انا كتاب مفتوح صدقيني. متجوز؟ حلو. وليه؟ يعني هما كانوا عملوا ايه يعني المتجوزين؟ خدوا فيلا؟ تتريق عليا، وفيلا بالشيكات وحاجات. ويا ريتك عارفة تاخديها. على فكرة موضوع جوزي ده قرب يتحل. قرب يسدد ديون. ده انا وشي حلو عليك بقى. ما تفرحش قوي. وعمل ايه بقى عشان يعرف يحلها؟ ابنه هيساعده. اهو مخلف. الا مخلف ده ابنه قدك في سنك كده. لا يا شيخ. طب وناوي يعمل ايه بقى ابنه ده؟ دي قصه بقى، تعالى احكي لك. بص يا سيدي. طب لحظه واحده معلش. في حاجه؟ محتاج ارد على التليفون ده. ايوه رحمه. انت فين؟ انا بره. بتعمل حاجه مهمه؟ يعني هو ايه، في حاجه حصلت ولا ايه؟ انا عايزه اشوفك ضروري. ينفع نتقابل؟ دلوقتي؟ ايوه انا رايحه على المكان بتاعنا. طيب حاضر هجيلك على طول. طيب انا هحتاج اتحرك. خير في حاجه؟ هبقى احكي لك بقى بعدين. هما فاكريني هفضل مستحمله الضغط ده كله لحد امتى؟ عارف وانا جايه انا هنا كان نفسي اعمل ايه؟ نفسك تعملي ايه؟ افضل سيئه، ما اقفش ابدا لحد ما اوصل لابعد نقطه عن كل اللي انا فيه ده. يمكن ساعتها احس اني بقيت احسن. وانت شايفه ان الهروب هو الحل؟ جايز، ليه لا؟ عشان انت بقالك كتير بتعملي كده وما وصلتيش لحاجه. ما انا مش عارفه افضل كده لحد امتى. رحمه ارجوك انا مش عايزك تفكري بالطريقه دي. انا بحاول يا باسل ومش قادره. انا عارف صدقيني، ومقدر قد ايه ده صعب، وطبيعي جدا انك تجيلك الافكار دي. صدقيني الافكار دي كلها نتيجه كل الحاجات اللي ما واجهتيهاش، وده اللي احنا هنشتغل عليه عشان عمليه التحسن دي تكمل. انا عايزه ابقى احسن، بس انا عايزه اخلص. انا تعبت. هتخلصي صدقيني وهتتحسني، انا متاكد. انا حاسه ان انا لوحدي، حتى ماما ما بقتش في صفي. ما تقوليش كده يا رحمه، يعني ايه لوحدك؟ طب انا بعمل ايه هنا يعني؟ ولعلمك فريده اكتر واحده واخده صفك. لا انت ما شفتهاش وهي بتكلمني، هي ازاي اصلا تكلمني بالطريقه دي؟ يا رحمه بصراحه انت تصرفتي بطريقه مش محسوبه برضو. يعني انت بقالك فتره بعيد عن الشركه ومش عارفه تفاصيل الشغل، فما كانش ينفع تمضي على الشيكات دي لعمر. بس انا على العموم مش بلومك طبعا. هتلوم عمر طبعا. طبعا بلوم عمر، واي حد يسمع الموقف ده هيلوم. ماشي، وانت عرفت ازاي بقى؟ اللي اكد لك؟ عمر اكتر واحد فاهم حالتك، وعارف ان انت مش في وضع يسمح ان انت تاخدي قرارات في الشغل، ورغم ده بيروح ويطلب منك حاجه زي كده، وهو عارف ان فريده اصلا رافضه ده. بس هو اكتر واحد يعرف كل حاجه عن الشركه اكتر من اي حد تاني. اكتر من فريده؟ ايوه، عشان هو اللي طول الوقت في الشغل وبيتابعه وبيعمل كل حاجه، وماما ما بتروحش الا لو ماما محتاجينها في حاجه ضروري. طيب ده معناه ان هي ملمه بتفاصيل الشغل، فبرضه ده يرجعنا لنفس النقطه، اللي يخليه يتخطاها ويطلب منك تمضي على الشيكات. يعني هي اصلا حركه فيها تحدي كبير لفريده. انا مش عارفه الاقيها منك ولا منها اصلا. رحمه انت طيب عمرك فكرتي انه الشكوك اللي عند فريده ناحيه عمر ممكن تبقى في محلها؟ انت بتقول كده عشان انت ما تعرفوش كويس. مش فكره تعرفه ولا ما اعرفوش، فكره بس انا مش بثق في الناس بسهوله زيك. قصدك ان انا ساذجه؟ لا طبعا مش قصدي كده. عادي، حتى لو انت قصدك كده
انا بس ما بعرفش ان انا ابقى مخونه الناس طول الوقت كده. انا عارف، وانا مش بطلب منك انك تخوني الناس، انا بس قصدي انه تبقي حاطه احتماليه انه الناس تتغير، لان الناس فعلا بتتغير، ساعات للاحسن وساعات للاوحش. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.